استحملت ضربه ما يستحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه، لا قلت جوه همشي. ده بيني وبينك بابا، بابا احنا نخش الزباله دي. الزباله انت عارف هتفوق فيها كام؟ يا ماما انت عايزه تفضحيني؟ خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البوليه يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ ما اعرفش، يمكن واحد من قرايبه. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله، انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك، انما كفى الله الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم، خناقه بسيطه في الشارع، بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. ما حضرتك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني، بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا الطره بيدفى قلقنا شويه. لا ده بشندي بشندي بشندي، ده بركه البيت. زي ما يا بابا. يا بابا يا حبيبي يا ابني، تعمل الملح في عيني يا بابا. ايه يا هارم، بترش ملح علينا ليه؟ الله، لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. تحرقني يا حبيبي. ما رتتيش علينا يا هارم. ربك كريم، هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار، نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال، بنتي نوال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مفيش سلامتك ولا حاجه؟ سلامتك. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه؟ ايه البدله دي؟ بدله؟ انت لسه شفتي حاجه؟ مبهوره بالبدله دي. منور يا عم. الله يخليك، انت منوره ما شاء الله. قمر بدري منور. بس دول اشتم من عيني. يا عم احنا طبق فول، ايه اللي بيعمله ده؟ ما رضيتيش علينا يا هارم. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله، الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى، انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا بشندي؟ المكتوب مكتوب، واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده يا نوال؟ تيمور ولا كلمه. استهانم، عقبال ما يجي لك الرد تليفون بيتنا عند بنتك، هريانه تليفونات ليل ونهار، اتصلي بينا يلا. يا بابا ما تكلمناش في حياتك. ولا كلمه قدام يلا. معلش يا عمي انا اسفه. متشكرين قوي يا نوال، جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح، متشكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيتنا جليل. احنا علينا في المنطقه كلها. ايه خير يا بشندي، ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هاني. انا قلت والله انه لا يجوز. الولايه حماتك دي دماغها ضربه. يا بابا انا مالي ومال، انا اتجوز بنتها. بابا احنا بقالنا ساعه بالليل فمش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه انا ومرحوم وامك يوم خطوبتنا. ربنا يخليك يا حبيبي. انا لما كنت عاوز ابسط امك وافرفشها وادلعها كنت عازمها في المطعم ده. كل يا تيمور كل يا ابني. انت داخل على جواز محتاج ترم عظمه. اللحمه حلوه قوي بابا، كنت بتجيبني ده من زمان. والحاج جوده ده سهل، ده بالحجز يا ابني، انا حاجز لك دي من اسبوع. الترابيزه ايه؟ ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم قوي. بص الريشه قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشه كده. هو عيبه انه غالي، بس الغالي ثمنه فيه. يا بابا انت هتقتلني عشان انت اللي هتدفع؟ يا ابني انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقول لك يا بابا بعد اذنك، ممكن بعد الخطوبه فاعزم نوال وامها هنا؟ وامها لا، نوال في عينيها الاثنين. طب والنبي يا بابا انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي. يا ابني كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه؟ ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي لا تاكل حاجه. انت كل بس والله ما بتاكل. طب انت اطول وانا اطول.
ايه بابا الحكومه دي في ايه؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم، اعظم قصدي كبارات البلد، بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. اكل استاهل بصراحه مش كده؟ اه والله. مراحوا فين كده بابا؟ تلاقيهم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي يا بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي، انت والله انت بتكسفني. بتكسفني يا تاني. طب دي اطرى من اللي معاك. طب امسك بس. همي يا يا باشا، ده لحم خلفان مطبوخ في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير؟ الحمير دي بسمينها في الدليفري. دليفري؟ بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صعبان عليا مرحوم امك، واكلتها هنا كتير. يس 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 يس. شكرين على العشوة الظريفة دي يا بابا، إن شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية كلاب. يعني أنت أكلت لوحدك؟ ما أنا واكل يجي نص حمار. ماشي ماشي. اتفضل. يوعى. اتفضل. ما تقدرش يا عمي، أنا فودة 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 فودة. فودة إيه وزفت إيه؟ إيه الهزار الماسخ بتاعكم ده؟ ناقصكم أنا؟ حرام عليكم. طالع معايا ولا هصيع مع الفشلة دول؟ هيصيع مع الفشلة دول يا عم. طيب هات لي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ فوق نموت فيها يا عم. بنهزر. بقول لك ايه؟ ايه؟ اطلع هات الكونترباص. ليه؟ عندنا حفله بكره. تتكلم بجد؟ ايوه. مين مين؟ بابا وحياتك ابعت لي كونترباص. وحياه اميره ولبنى وسميره، وحياه اميره ولبنى وسميره وناديه واختها، وحياه اماني وسمر وناني، وحياه اماني وسمر وناني والشله كلها. نركز يا جماعه، هنعلب اميره ونوطب اختها. اوكي خدي اتصلي بيه. اتصل اقول له ايه بس؟ اوعى انت اوعى. واحد ثلاثه اربعه. وحياه اماني وسمر وناني. الو. ايوه يا نواف، كلهم موجودين، يعني هيروحوا فين؟ الشله كلها. تيمور. إيه؟ نعم. تليفون نواف. يا نواف ما جيتيش ليه؟ مش في بروفة عشان الاغنيه بتاعت بكره؟ انت مالك في ايه ملخبطه ليه؟ طب خلاص هشوفك بكره، مش مشكله تعملي بروفة قبل ما نشتغل. اه حلو قوي، يلا باي باي. ما اكدتيش عليه ليه؟ اكد عليه ازاي وانتوا كلكم واقفين فوق دماغي؟ واحد سارق عقد على الماس ثمنه 10000 جنيه، نكلمه ازاي؟ نبعت له مسج؟ من فضلك تيمور مش حرام. يا بنتي ده املنا انه يطلع بريء. بس انت ابعتي هاتيه هو وابوه وانا هعرف مين اللي سرق. الخزعبلات دي تعملها على حد تاني. مفيش حد غريب دخل البيت غير هو وابوه. يا ماما دوري كويس، ابوس ايدك. يا بنتي احنا مش هنتهمهم، عمك بشندي هيفتح المندل ويشوف مين اللي سرق. صدقيني مش هو. يا بنتي ندور وعينه.